وفاجأت نارين بيوتي شيرين وأسامة. شاهدوا المزيد من التفاصيل. تفاعلت اليوم اليوتيوبر نارين بيوتي وكمان اليوتيوبر اسامة مروى بستوريات كشفوا من خلالها انه في مفاجأة راح تقام بالسعودية. ويذكر ايضا انه لحظة حضور نارين بيوتي في حفل جو اوورد صرحت شيرين بيوتي انه عندها سفرة الى السعودية، والجمهور كتير متحمس لمفاجأة نارين شيرين واسامة في السعودية. اتركم على الستوريات رأيكم بخصوص هذا الخبر. حبايبي، حابه اخبركم انه بهي اللحظه اللي عم بحكي معكم في شيء جدا ضخم عم بيصير بالبوليفارد عندكم بالسعوديه. اهل الرياض شوي وبخبركم كلياتكم شو عم بيصير.